للسنة الحادية عشر على التوالي افتتحت الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU برنامج نموذج الأمم المتحدة لصفوف المرحلة الثانوية وللسنة السادسة لصفوف المرحلة المتوسطة. هالبرنامج يترافق أيضاً مع نموذج جامعة الدول العربية بنسخته الخامسة. كان عندنا 3400 طالب موجودين حندربهم خلال هالسنة على الدبلوماسية الدولية وعلى أمور الأمم المتحدة وعلى أنظمة المحاكاة كنموذج تعليمي رائد حتى يصير نبني القيادات الشبابية. لبنان عنا نجوم وهنجوم عم نصدرها للعالم، نحن أرض النجوم هون وتلاميذنا، شايف كيف؟ هن نجوم عم نصدرهم للعالم لحتى يعلموا العالم على الديمقراطية وعلى الدبلوماسية وعلى كل شيء. هالنشاط اللي من شأنه تطوير وبناء قدرات الطلاب على التواصل والدبلوماسية بات يشكل بارقة أمل وسط كل الأمور السلبية المحيطة بالبلد. المفاجأة السارة أنه السنة في 2024 طالب جايين من 20 دولة و16 ولاية أمريكية ليتدربوا بالأمم المتحدة عن طريق طلاب الـLAU، وهيدي راية خفاقة للبنان بعالم الدبلوماسية الدولية. وكمان بـ 12 أيار لـ 14 أيار عندنا 1800 طالب جايين من 22 دولة و16 ولاية أمريكية عن جديد ليتدربوا كمان بالجمعية العامة للأمم المتحدة ويدربوهم طلاب لبنانيين على الدبلوماسية الدولية. الجدير ذكروا أن جامعة LAU ستقوم بتدريب طلاب من كل أنحاء العالم بعد استحصالها على امتياز التدريب بأعلى منبر دبلوماسي بالعالم الأمم المتحدة بنيويورك. بدهم يعلمون مثلاً كيف يعملوا negotiations، كيف يتحادثوا مع الغير، كيف يتقبلوا الغير. هذا تميز أكاديمي تعليمي تنويري دبلوماسي للقطاع الخاص والقطاع التعليمي بلبنان. هذا علم رفعته الجامعة اللبنانية الأمريكية، اعتراف من كل دول العالم أنه اللبناني زاخر بعطاءاته، عميق بأكاديميته وناصع البياض بدبلوماسيته. بعالم عم يحاول البعض فيه نشر ثقافة العنف، طلاب لبنان مع LAU عم بيحاولوا نشر ثقافة الحوار والسلام للتأسيس للبنان المستقبل على صورتهم. لا زبالة بتهمنا بقى، ولا سياسة بتهمنا بقى، ولا شيء بهمنا بقى، بهمنا شبابنا وشباتنا، نأمن لهم مستقبلهم ونأمن على أنه يلعبوا دور مهم بالرغم من كل شيء عم بيصير بالبلد، دور مهم في بناء العالم.